السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليوم في قناة مطبخ وتدابير سارة راح ندير معكم وصفة على بيوغي. هذه الوصفة بزاف سهلة وبنينة ويحبوها بزاف الأطفال. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. لا بيوري نحتاج الى كميه من البطاطا اللي كنت غسلتها وقشرتها غسلتها وقطعتها، القليل من الحليب، القليل من الزبده، شويه تاع الملح، وقطع من الجبن. بطبيعه الحال الماء اللي نغليو فيه البطاطا. اول حاجه نبداو بها هي اننا نديرو البطاطا تغلي. البطاطا في الكوكوت ونديروا لها الماء. ما نكتروش بزاف الماء، هو غير قسمه تغلي برك. هايليك هادو ما نحتاجوهمش دركا حتى من بعد، بعد ما نطيبوا البطاطا تاعنا نحط لها القليل من الملح. ما هذا دوك انا نغلق عليها نديها تغلي حوالي باش طيب في لاكوكوت مينوت، طيب لنا في 10 دقائق. نغلق عليها 10 دقائق، بعد 10 دقائق نرجع لكم ان شاء الله. انا رجعت لكم، هاي طابت البطاطا ديالي كما قلت لكم، خليتها طابت 10 دقائق بيان سور، 10 دقائق مور ما تبدا تصفر لا كوكوت مينوت. المهم ما يهمش الوقت، المهم انه البطاطا طيب، هذا هو الصح. واش نديرو دركا؟ راح نحطو لها شويه حليب، لازم نرحوها وهي سخونه. نحطو القليل من الزبده، واللي تحب تحط مارغرين تحط مارغرين ماشي مشكل. هكذا ونحطو ايضا الجبن، نديرو كلشي على خطره. من بعد نضربوها بالباتور. بسم الله. نضيفوا لها شويه تاع الحليب، نقصوا الحليب. شوفوها نورمالمون راهي واجده. فوالا هاي لا بيوري تاعنا، تجي بزاف خفيفه. جربت انا عده طرق ولكن هذه اللي راني معتمدتها منذ سنوات، تجي خفيفه ما تجيش معلكه كيما اللي نديروها في الميكسور. هذه بالعكس تجي خفيفه وتجي مهويه. فوالا هايليك، نتمنى انها تعجبكم. دوك نحطها انا في الطبسي. فوالا هاي لا بيوري تاعنا، شوفوا هايليك تجي بزاف هايله، بزاف خفيفه وبنينه. بيان سور لا بيوري هذه اللي حاب يتناولها وحدها يقدر، سينو تقدروا ديروا معاها ان اكومبانيومون الشيء اللي تحبوه، سواء دي كروكيت دو فيونداشي ولا دي ستيك اسكالوب، اي شيء شاورما، اي شيء تقدروا ترافقوا به لا بيوري. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، والى فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.